ما معنى اسم شاهين؟ بعد أن ظهر الاهتمام بمعاني الأسماء العلم وأصولها، بدأت الأسئلة توجه نحو بعض الأسماء القديمة والتي كانت ولا تزال مستخدمة في الوقت الراهن. ومن هذه الأسئلة، هل اسم شاهين عربي؟ والإجابة تأتي على هذا السؤال معنا. على غير العادة، فإن اسم شاهين قد ورد له معنى في قواميس اللغة العربية، على الرغم من كونه اسم من أصل غير عربي. واسم شاهين في الأصل هو اسم مركب من مقطعين، أحدهما شاه وهو الملك، والمقطع الآخر ين وهي علامة للنسبة أي للتخصيص. ومعنى اسم شاهين كاملا الملكي، وهو اسم لأحد الطيور الجارحة، تحديدا من فصيلة الصقور. له ريش رمادي وجناحين طويلين، وله منسر قصير قوي، وهو طائر قوي البنية ولديه قوة ضاربة على الصيد، ويقصد الملكية التي هي أصل الاسم ملك الطيور. ويجب أن نذكر أن اسم شاهين يستخدم عند الفرس كاسم علم مؤنث، على عكس العرب الذي يستخدم الاسم عندهم للذكور. توجد عدد من صفات حامل اسم شاهين، ككونه طيب القلب وحنون وعطوف على الآخرين، مخلص للغاية وخاصة لأحبته، مرتبط بوالديه خاصة الأم، يحب الهدوء ويفضل العزلة، محب للقراءة ويعشق الأفلام الوثائقية. حكم تسمية شاهين شرعا، فإن علماء الدين لم يجدوا في الدين ما يمنع تسمية أي ولد مسلم بهذا الاسم، ومن ثم فإن إطلاق اسم شاهين على الذكور المسلمين أمر جائز شرعا.